ها خلصت الرغي اللي عم ترغيه بقالك ساعة ايه؟ أحب أقولك إن نظرتي ما بتخيبش، وإني من أول ما شفتك وأنا مش مرتاحالك. ولما أنت مش مرتاحالي دخلتي معايا الشقة ليه والباب مقفول عليني؟ عادي، أنت أصلاً ما تقدرش تعمل حاجة معايا. وتأمنيلي ليه طالما أني خاين؟ كان عندي أمل فيك، فاكراك صعيدي وشهم. ما ترسيلك على بر، الله، خاين ولا مش مرتاحالي ولا فاكراني صعيدي وشهم؟ طب ريحني وقولي، انت فعلا بتتعامل مع جهات اجنبيه ولا حكايتك ايه بالظبط؟ ايه ده، انت مستني حد؟ ايوه مستني الجهات الاجنبيه. يا واطي يا خاين يا عميل. ايوه، وبعد ما اشوف مين على الباب حاجه طفي السجاير في نن عينك. مين اللي بينادي؟ افتح يا نادي، انا جابر. مين؟ بابي. ايوه حاضر. ثواني يا جابر بيه، بقاني خاين وواطي وعميل. يا نهار اسود، بابي لو شافني هنا عندك هتبقى مشكلة كبيرة. هيشك في اخلاقك. صح، اخلاقي انت كمان. خبيني بسرعة، يلا يا نادي. اخبيكي فين؟ اي حتة يا نادي، المهم ما يشوفنيش. ديه الوجع المجندلة دي، اخبيكي فين اخبيكي فين؟ لسه هتفكر؟ خلاص لقيتي، خشي جوه التلاجة. تلاجة ايه يا بني ادم؟ افتح يا نادي. حاضر يا جابر بيه، انا جاية. ها مش هستخبى انا في التلاجة. ايوه صح، افرضي ان هو يعني عايز يشرب فجأة فجم فتح التلاجة. اقولك خشي اقعدي في البلكونة. ولا لا هلا الجيران يشوفوكي ويشكوا في اخلاقي وتبقى حوسي. ما تفتح بقى نادي. الله، ايوه انا هفتح اهو يا جابر بيه، اصطبر بس، مفيش صب. بصي انا هروح افتح له وبعدين نتفاهمه. اخبيكي فين؟ ماشي. يخرب بيت كده، انت رايح فين؟ وانت ما شايفاش هو مستعجل كيف؟ استني اقولك خشي جوه النوم وانزلي تحت السرير، ولا اقولك خشي جوه الدولاب واتكني فيه لحد لما يغور. احترم نفسك وما تشتمش بابي. يا ابني بتعمل ايه؟ بتفتح بقى. ايوه حاضر انا جاي. ها اجري يلا، التاوي يلا جوه. ايه يا نادي، في ايه؟ انت مش عايز تفتح ليه؟ لا مؤاخذه يا جابر بيه، اصلي كنت نايم، صحتني يعني من احلى نومي. نايم ازاي وانت بقالك ساعه بترد عليا وتقول لي هفتح؟ ايوه تلاقيني كنت بحلم. بتحلم؟ وحد يحلم في الضلمه دي؟ انت طافي النور ليه يا نادي؟ واني ما قلتلكش، اصل يعني انا ما بعرفش احلم الا في الضلمه. يا راجل، طب وبتشوف الحلم ازاي؟ المفروض يعني اضحك يعني باعتبار ان دمك خفيف وبتنكت. طب اهو. يا عم ان شاء الله انك ما ضحكت، بس افتح النور وما تبقاش تطفيه فيه تاني، ما ينفعش تقعد في الضلمه كده لوحدك، انا قلبي عليك. ليه؟ هي الشقه فيها عفاريت. العفاريت اللي بني ادم؟ قولي بقى، لقيت الحاجه اللي بتاع التاكسي سرقها منك؟ لا ما لقيتهاش. ايوه كده يا راجل، يا سلام، شوف النور نعمه ازاي. ايوه نعمه ومن غيره الكاميرات تعمي. نعم، قصدي العيون تعمي. وانت يا نادي بتدور على اللي اتسرق منك ليه؟ هو انت ناقصك حاجه؟ لا انا ما ناقصنيش حاجه، واصل انا بس يعني كنت عايز انام، اكمن المشاوير هدت حلي من الصبح. اتفضل انته من غير مطرود علشان اكمل نوم. يا راجل نوم ايه دلوقتي، لسه بدري. قولي انت اتغديت يا نادي ولا لسه؟ وانت جاي على غدا ولا ايه؟ لا انا بطمن، اصل المفروض داليا تملى لك الثلاجه اكل اشكال والوان. يعني رايح فين يا جابر بيه؟ الله، ما الثلاجه مليانه ايه؟ الحمد لله اني ما خبيتهاش في الثلاجه. ايه دي اللي ما خبيتهاش؟ الجوافي، اصل ما بحبهاش سجعي. انا نفسي اعرف انت ما غيرتش هدومك ليه؟ هما مش جابوا لك لبس؟ ايوه جابولي طبعا. طب حد ينام كده بالجلابيه؟ ده لو افترضنا يعني انك كنت نايم. اوعى يا راجل، اوعى. رايح على فين تاني يا جابر بيه؟ هدخل اوضه النوم. لا اوضه النوم لا يا ابني، هطمن اشوف جابولك لبس كويس ولا لا. لا يمين بالله ما تفتح دولابي ولا تطل على هدومي واصل. يا ابني ده انا اللي شاريهم. اباي بتعايرني يا جابر بيه ولا ايه؟ الله لك حق، طبعا لك حق، اكملني يعني وحداني وماليش اهل هنا. انت مالك يا ابني، فيك ايه؟ فيه ان فقير صح، وكمان سرقوا مني هدومي، قصدي فلوسي.
لكن احب اقول لك يا جابر بيه ان اللي مالوش اهل الحكومه اهله. اللي انت بتقوله ده بقول لك ايه، على فكره انت اوفر جدا. اوفر اوفر، المهم ما تطلش على الدولاب. اوكي، على العموم انا كنت جاي اطمن عليك عشان ما كنتش باين قدامي في ال في الايه بقى؟ ها؟ في الشارع يعني. في الشارع؟ يبقى فين يعني؟ ساعة يعني ما سبتني ومشيت. ايوه الشارع. ايوه. ايه ده؟ هو انت في حد عندك جوه ولا ايه؟ جوه فين؟ داني اتش داني اللي بعطس، اصل عندي برد ومن الجايز يعني تكون كوروني. اتكل على الله بقى يا جابر بيل احسن تتعدي. انت بتطرقني يا نادي صح؟ يا سلام على الزكاوي، هاني خايف عليك. ولا شكلك هتطلع خلبوس كبير، وانا كده بدأت اخاف على داليا منك. خاف خاف قاوي، وان كان على الخلبصي ايوه اني خلبوس وبطرقك كمان. بس خد بالك بقى، دي شقتي وانا ما اسمحش ابدا. ما تسمحش بايه يا جابر بيه؟ ما تسمحش بايه؟ ده انت الود ودك تخش تتفرج. خلاص ماشي يا عم ماشي، بس بقى سيب النور والع. ها شفت؟ وكتاب الله نفسك تتفرج. امشي يا جابر بيه، امشي الله لا يسيئك. اوكي يلا هستناك بكره في الشركه. ماشي راجل مراهق وادي النور اهه. تعالي يا اخت رويد ربنا يستر. ايه مشي الحقيقه يعني؟ سؤال ذكي وكله غباوه. ايه شايفاه واقف معاني؟ الحمد لله انه ما شافنيش. ايوه احمد ربنا انه ما شافكيش، لكن انه ياخد عني فكره عفشه فده مش مهم. سوري يا نادي، معلش انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي. ده لو شافني كانت بقت مصيبه، مش عارفه كان هيقول ايه ساعتها. كان هيقول انني وانتي في علاجه قاسمه، استغفر الله العظيم. انا وانت ليه؟ هبصلك انت على ايه؟ لا يا اختي حوشي، وانا يعني اللي هبصلك؟ انت اه حلوه وعامله زي رغيف البتاوي اللي محشي سمنه بالعسل الابيض وعليه شويه سكر سنترفيش، بس لسانك أبي عليه مبرد. وانت عايزني اكون ذوق مع واحد خاين وعميل وطماع؟ ايوه، وبجيب نسوان كمان. كمان يا ستي يلا بقى من هنه، لاحسن قسما عظما افتح النور وخلي فضحتك النهارده بجلاش. نادي اندرويد. نادي اندرويد. رجلي رجلي وجعاني جوابهانه. ما انت اللي تعبت روحك يا ربيع، حد كان قالك تروح البندر تقابل عزت والحكيمة محرجة عليك تتنقل من مطرحك؟ ما قلت لك اروح انا لوحديتي يا بوي. اكتم خالص يا بيه، معيش اسمع صوتك وحسك واصل. ما كنت ماشي الله، وانزعقت لتاني هتخك يا بوي. رجلي حتموتني يا خيتي، شوفي لي صرفة. اتحمل يا ربيع، كلها كم ساعة وتاج الحكيمة هتاجي تغير لك على الجرح. ما طيقش يا بهانة، ما طيقش. اغير لك انا يا بوي. حتشلني بنت الرفضي، حتشلني. خلاص يبقى تسمع كلامي وتهملني اغير لك عليه. السبرتو يا بهانة، عايزة تغيريني على الجرح بالسبرتو. وماله السبرتو يا ربيع؟ ما طول عمرنا عايشين بيه، ده يوم ما انطخ عتريس حميته بالسبرتو وما قالش اه لحد ما مات. يا بهانة العلم اتجدد دلوقتي وبقى في حاجة اسمها كحول طبي. يا ريتني كنت جبتها من البندر، يا ريتني. اروح انا اجيبهولك من البندر يا بوي. لا لا تروحي ولا تاجي. هم يا بت هاتيلي السبرتو من الطاقة اللي جوه دي. الابيض اللي في قزازة حمرة دي يا عمتي. ايوه يا حبيبتي. فريري ياب. اباي ما كفاياك يا ربيع، دلوقتي حتبقى زين. زين زين منين يا خيتي؟ أنا حاسس إن البنت دي حتجيب أجلي عن قريب. بعد الشر عليك، ما تقولش كده. بعد ما غير لك على الجرح هقوم أذبح لك الفروجة اللي نجت من يد مهتاب، هتاكلها من هنا وهتقوم زي الحصان بإذن الله. بيب 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 بيب. السبرتو يا عمتي. هاتي يا بنتي
هات هات اتعدل يا ربيع، خلينا غير لك. بس خفي يدك عني يا بهانة، الله لا يسيك. ما تخافش، ما قلت لك هتبقى زين. بتصرخ كيف النسوين ليه يا ربيع؟ ايه اللي حطيتيه على الجرح دي؟ لا سبرته. لا ليه يمكن يكون سبرته؟ وريني وريني كيف وريني يا مصيبتي. بنت يا مهتاب، جبت منين القزازة دي يا بيه؟ من الطاقة اللي في الزريبة يا عمتي. يا ليلتك المهببة، تبيت نار يا حزينة. بيت نار يا مهتاب، شليت أبوك يا بنت الرفضي. منك لله يا بعيدة، منك لله. الحقوني. فاسمع يا أستاذة دالية، قفلتي علي الباب وقلتي ماشي، فتحت النور واني بحب اقعد في الظلمة وقلت عديها، خدتني على قط النوم وده ما يصحش وبرضك فوتهالك. انما بقى هترجعي بالصوت الحياني والضحكة المجلجلة دي وتجرسيني في العمارة، فلا لهو الف لا، أنا مش هسمح لك واصل. يا عم نادي فكها شوية بقى. هي إيه دي اللي فكها؟ زراير الجلابية. ما تتحشمي يا بيه. طب قوم قوم غير هدومك دي وتعالى أقولك على حاجة حلوة. وهتتحشمي؟ يعني هو أنت ما تعرفيش تضحكي زي البني آدمين؟ وأنت إيه؟ حجر؟ صنم لا بتتحرك ولا بتحس؟ مرتين أبقى أنا وأنت لوحدينا في الشقة وطبعاً معانا الشيطان. والشيطان ايه؟ مش شاطر وربنا ما شاطر، انا امتحنته 3 مرات وسقط في الامتحان. الشيطان خاب يظهر انه عايز درس خصوصي عند امثالي. تعرف ان دمك خفيف قوي؟ ليه؟ كنت وزنتيه؟ يخرب بيتك، ما تحبسش في قضية السرقة، هتحبسيني في الاداب. لا هحبسك في تجارة. تتحبسي في نار جهنم يا بعيدة. طب والله يا عيب، الليل مرق وانت قاعده لي زي العمل الراضي. هو انت ايه؟ مالكيش اهل؟ ماليش اهل. بقول لك ايه؟ بتتجوزني؟ ايه؟ تعرف ان انا طول عمري بحلم اتجوز صعيدي؟ بس ما فيش صعيدي بيحلم انه يتجوز واحده زيك. ليه بقى ان شاء الله؟ كتعه ولا ناقصه رجل؟ لا عامله زي الغزيه رقاصه يعني. طب ايه رايك بقى اني بعرف ارقص احسن من اجدعها رقاصه؟ تحب ارقص لك؟ ما تتحشمي يا اولياء، قلتلك الله. كده يا نادي بتزعقلي، بتزعقلي داليا اللي بتحبك وخايفه عليك. تصدقي ان انا جسمي اشعر من الاداء الاوفر دي؟ ما انت اصلك ما تعرفش حاجه، ما تعرفش انهم عايزين يسرقوا تعبك. اباي سرقه تاني ليه؟ هو انا ناقص؟ ما تلاقيهم هم اللي سرقوك في الاول برضو. هم مين دول؟ جابر طبعا، هو وبنته رويده. لا يا شيخه قولي كلام غير ده. ليك حق ما تصدقنيش. يعني انت واثقه من الكلام ده؟ طبعا واثقه، بس ما تسيحش بقى وخليها في سرك. لا ما هسيحش، وانت تشكري برضك على اي حال. يبقى انت لسه مش مصدقني. طب عيني في عينك كده اهو. تصدقي اول مره خد بالي ان عيونك حلوين قوي. ايوه كده يا اخي، انت ده انت اللي عيونك تهدى. انا عايز اصورهم عشان لما توحشيني اتفرج عليهم. جربي كده من المحمول. احذر يا نادي، ان هذه المرأة كاذبة. يا مامي ايه ده؟ ده الابليكيشن يا ذكية. كده يا نادي، مش قلتلك ان انا عندي حساسية؟ حساسية يا كدابي. بقى تصدق البتاع ده وتكذبني انا؟ يا نادي انا بحبك والله العظيم، بحبك بجد. بعاد يا ست انت. مش هبعد يا نادي. بعادي بقول. ايه اللي بيحصل ده؟ يا نهار اسود رويدة؟ دي طبلت على الآخر.